السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفتي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم المقروض بالكسكس المغربي. وقبل ما ندوزو الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، وكما تعودنا دائما قبل ما نبداو اي وصفه ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا خليكم مع المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. وصفه اليوم غنحتاج الكسكسو، فانا استخدمت هذه النوعيه ديال داري بالحجم الرقيق، يعني ماشي متوسط، من الضروري ديروا داك النوعيه اللي كتكون رقيقه على بركة الله. بالنسبة للكمية ديال الكسكس غنحتاج جوج ديال الكؤوس بقياس كاس العنبة اللي هي 280 غرام، وكذلك غنوريكم النوعية عن قرب. كما كتلاحظوا معي بالنسبة لهاد النوعية ديال الكسكس فهي تقريبا بحال السميدة الغليظة، الحبيبات ديالو كيكونوا رقاق على هاد الشكل. كذلك عندي هنايا كاس ديال الدقيق ولا الفارينة عادي 100 غرام. بالنسبة للكمية ديال الدقيق ما غنضيفهاش كاملة، غنخلي تقريبا هكا واحد الربع كاس على شكل. كذلك غنحتاج نص كاس ديال زيت نباتي ما يعادل 75 ملل، وكذلك بالنسبه للزيت ما غنضيفش الكميه كامله، نخلي غير شي شويه. المهم تابعوا معي وغتشوفوا جميع التفاصيل. ايضا عندي هنايا معلقه صغيره ديال الزبده، وكذلك غنحتاج معلقه كبيره ممسوحه خليط ما بين حبه الحلاوه والنافع اللي هو اليانسون والشمر، وكذلك عندي هنايا شويه ديال القرفه تقريبا هكا واحد راس معلقه صغيره على بركة الله. اول حاجة غندمج هاد العناصر حتى تلبسو هاد الحبيبات ديال الكسكس والدقيق بالزيت والزبدة. الافضل نديرو هكا اليدين ديالنا بجوج ونديرو هاد العملية هادي، كنحاولو هكا نبسوهم مزيان. وبالنسبة للماء راه كنضيفو غير شوية بشوية، واخا يكون عندنا المقادير مضبوطين دائما كيكون كاين الاختلاف، خصوصا بالنسبة للنوعية ديال الكسكس. بالنسبة لهاد النوعية هادي فانا الطاق اللي خدمت بها عارفه القياس ديالها ديال الماء، اما الا درتو شي نوعيه اخرى المهم غتشوفوا القوام بالعين ديالكم. انا ننصحكم ديروا نفس النوعيه. السوائل كنضيفهم غير شويه بشويه ونحاولوها كينعجنوا غير بالاطراف ديال الاصابع. هنا يعني بعد ما ضفت كاس ديال الماء اللي هي 150 ملل، غنغطي الخليط ديالي وغنخليه 5 ديال الدقائق ونرجع معكم ان شاء الله. على بركه الله. من بعد 5 ديال الدقائق كنرجعوا الخليط ديالنا وكنلقاوه تشرب كما كتلاحظوا معي، وهذا هو الكاس الثاني ديال الماء. ودائما السوائل كنضيفهم غير شويه بشويه حتى كندمجوا العناصر بشكل جيد، وعاد كنضيفوا الماء ودائما غير بالاطراف ديال الاصابع، لان الخليط ديالنا ملي كندمجوه غير بالاطراف ديال الاصابع كيتشرب معنا السوائل. وهنايا ملي كنحسو بالقوام ديال الخليط ديالنا بدا كيرطب، واخا الحبيبات ديال السميد ولا ديال الكسكس مازالين هكا كنحسو بهم، ولكن القوام ديال العجينه ديالنا ولا رطب. هاد المرحله كندلكو شي شويه. هاد العمليه هادي كنديروها حتى كندخلو جوج ديال الكؤوس ديال الماء. من بعد ما كنخلط العناصر مع بعضهم تقريبا هكا واحد 30 ثانيه، هاد المرحله غنضيف هاد الكميه ديال الزيت اللي بقات لي وكندمج العناصر بشكل جيد، وعاد كنضيف هذه الكميه ديال الدقيق. بالنسبه لهذه الكميه ديال الدقيق هي اللي كتخلي الخليط ديالنا يتجمع، وهذا هو الكاس الاخراني ديال الماء. بالنسبه لهذا الكاس نقدر ندخلو الكميه كامله، نقدر يتبقى لنا منه شي شويه، كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق وكذلك على حسب النوعيه ديال الكسكس واش كيتشربوا ولا لا، لهذا غنضيفوهم غير شويه بشويه. وهنايا غنضيف الكميه ديال الماء اللي بقات لي كامله. هنا من بعد ما كنضيف الكميه ديال السوائل كما كتلاحظوا معي بالنسبه للقوام ديال الخليط كيكون بحال هذا الشكل، كيكون خفيف شي شويه، كنساويه بحال هذا الشكل وكنغطيه وكنخليه 15 دقيقه حتى يرتاح ونرجع معكم ان شاء الله. على بركه الله. ومن بعد ما كتمر 15 دقيقه العجينه ديالنا كتكون صبحت جاهزه، فقط غندمجوها تقريبا هكا واحد 30 ثانيه ومن بعد غندوزو ان شاء الله باش نشكلوها. وكما كتلاحظوا معايا واخا القوام ديالها كان خفيف راه تشربت، وكنحصلوا على واحد العجين اللي كتكون رطبه على شكل. وهنايا عندي الحشوه. بالنسبه للحشوه فانا حضرتها من قبل مع ضيق الوقت، ان شاء الله غنخليكم المقادير ديالها في صندوق الوصف. على بركه الله. وفي هذه المرحله كنجيب لك واحد الكويره ديال العجينه ما تكونش كبيره بزاف، ونحاول هكايا نديها ونجيبها شي شويه ومن بعد نحربلها.
بالنسبه لهاد العجينه كنديروه في واحد القطعه ديال البلاستيك وعاد كنبداو نخدمو باش هاد العجينه ديالنا ما تنشفش معانا. ومن بعد غنبسطها. انا هنايا كنستخدم غير اليد ديالي لان القطعه ماشي كبيره بزاف، لا داعي يعني نديرو هكايا الدلاك. وكنهزو الحشوه ديالنا وكنحطوها هنايا في الطرف، ومن بعد كنلف عليها بحال الشكل. هنايا كنلف لفه واحده وكنقطع الزوائد، كنحاول كندور العجينه باش تشوفوها معي. ومن بعد كنثبتها بحال الشكل وكنضبطوا العجينه ديالنا مزيان الطرف، ومن بعد كنحربلوها بحال الشكل وكنجي هنايا للفوق وكنبسطها شي شويه باش ما تجينيش هكايا معليه من هاد الجهه ولا مقنزعه. على بركه الله هنا غنحتاج السكين، كنجيب هاد الظهر ديالو يعني ماشي الجهه اللي كتكون ماضيه وكندير هكايا خطوط، كنحاول هكايا ما نوصلش للحشوه. على بركه الله وكنقطع هكايا ميله على شكل وكنساوي الحبات ديالنا. الحشوه ديالنا كتجي في الداخل بحال الشكل. على بركه الله هذا يكون المقروض ديالنا من بعد ما شكلته، كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، الا بغيتوا هكايا تنقشوه ولا تخليوه هكايا غير بالسكين. والافضل ديروا هكايا شي نقاش يكون عنده سنينات يكونوا كبار باش يجيكم النقشات باينين. على بركه الله وكنجيو هنايا للطرف وكنبداو نقشو بحال الشكل على الشكل. الا كان النقاش ديالكم كبير غيجيو هاد التسننات يعني اكثر. على بركه الله وفي مقلاه كنوضعوا هكا واحد الكميه ديال الزيت اللي غنقليو فيها. بالنسبه للزيت خصو يكون مرتفع شي شويه، لهذا من الافضل ديروا شي مقلاه اللي يكون صغير باش تجيكم فيه الكميه ديال الزيت مرتفعه وفي نفس الوقت ما يهزلكمش واحد الكميه كثيره. المهم بالنسبه للزيت ديالنا كنخليوه يسخن على الشعله اللي كتكون متوسطه، يعني ما كنجهدولوش باش هكا ملي كنحطوا فيه الحبات ديالنا ما كيتخطفوش. على بركه الله وكنبداو نزلو في الحبات ديال المقروط ديالنا في الزيت، كنديرهم هكايا على الشوكه وعاد كنزلوهم باش هاد النقش ديالنا ما ينتزعش. وبالنسبه لهذا المقروط ضروري تردوا البال لجميع التفاصيل باش ينجح معكم. بالنسبه للمقروط ديالنا كنطيبوه على الشعله اللي كتكون متوسطه ما كتكونش مجهده بزاف وفي نفس الوقت ماشي ناقصه. ومنين كنوضعوا الحبات ديالنا في الزيت ما كنحركوهمش، كنخليهم كما هما حتى كيتحمرونا من الجهه التحتانيه وعاد كنقلبوهم، يعني المقروط ديالنا ما كنخبطوش هو في الزيت. على بركه الله ملي كيبدا المقروط ديالنا كيتذهب من الجهه الفوقانيه معناتها راه طاب من الجهه التحتانيه كنقلبوه. وكما ذكرت لكم ملي كنوضعوا في الزيت راه ما كنحركوش. وبالنسبه للون يعني كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، الا بغيتوا هكايا تحمروا ولا تخليوه هكايا غير مذهب. والمقروطات ديالنا راه ما كنغفلوش عليهم، كنرجعوا وكنقلبوهم ملي كيتحمروا. الا بان لكم هاد الجهه هادي مازال خصهم يتحمروا شي شويه قلبوهم وخليهم يكملوا الطياب ديالهم. وانا غنكتفي بهذا اللون، غنهز من الزيت ومباشره كنزل ما كيفشي شبيكه، يعني ما كنديرهمش نيشان في العسل، كنخلي غير حتى كنزل الحبات كاملين تقريبا هكا واحد 30 ثانيه كيكونوا قطرو من الزيت وكنديرهم ان شاء الله في العسل. وهنايا عندي العسل اللي بارده والمقروط كيكون سخون وكنزلو في العسل وكنخليو المقروط ديالنا يتشرب العسل مزيان تقريبا هكا واحد 5 ديال الدقائق وكنكملو بالقلي حتى كطيب لنا القليه الثانيه وعاد كنحيدوه. على بركه الله وهذا يكون الشكل النهائي ديال المقروط اللي حضرت معكم اليوم ولا المقروط ديال الكسكس. بالنسبه للمقروط الا بغيتوه يجي معسل اكثر كنديروه في العسل المره الاولى وكنخرجوه وكنخليوه حتى يبرد وكنزيدو نعسلوه مره ثانيه باش هكا كيتعسل معكم اكثر. المهم بالنسبه للتعسيل كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. وهنايا ملي كنخرجوا من العسل كندير له شويه ديال الجنجلان ولا السمسم، فانا درت الجنجلان الابيض. وهنايا الحبات ديالنا كيجيو معسلين على شكل. على بركه الله دابا غنحل معكم واحد الحبه كيجي معسل، ومن الافضل تخليوه حتى يبرد وعاد تناولوه، يعني ما تناولوهش وهو سخون لان الحشوه ديال التمر كتكون مازال سخونه.
من هنايا فقط غنوريكم الشكل ديالو، كيجي طايب ومعسل من الداخل. اما نتوما خليوه حتى يبرد وعاد تناولوه، وكما ذكرت لكم الا بغيتوه كيتعسلوه مره ثانيه عسلوه، كيجي طايب كامل. وهكا الكسكس ما بقاوش تحضروه غير بالطريقه العاديه، يمكن لكم تحضروا به بزاف ديال الوصفات بحال المقروط، وان شاء الله غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات. المهم يا احبائي، هكا نكون وصلت لنهايه ديال الفيديو، نتلاقى ان شاء الله فيديو اخر وصفه ثانيه. مع السلامه.